الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف اختار الحكم السوداني محمود علي إسماعيل لإدارة المباراة المرتقبة بين الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي في دوري أبطال أفريقيا، واللي هتتلعب في ذهاب ربع نهائي البطولة يوم السبت 22 إبريل على استاد القاهرة، والإياب يوم السبت اللي بعده يوم 29 إبريل. السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قرر يمنح الفرصة لعدد من اللاعبين اللي ما حظيوش بفرصة المشاركة كتير مع الفريق، خصوصا خلال مباراة فاركو وسموحة في الدوري يوم الجمعة اللي جاي، من أجل تجهيز اللعيبة للارتباطات المقبلة، ومن أجل أيضا راحة الأساسيين اللي بيعانوا من الإجهاد نتيجة ضغط المباريات خلال الفترة الماضية. كولر عنده رغبة في منح الفرصة لكل من محمد شريف وشادي حسين وطاهر محمد طاهر وأحمد القندوسي ومحمد الضاوي كريستو وخالد عبد الفتاح. فريق نادي الزمالك هيختتم تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة الساعة 9 بالليل استعدادا لمواجهة حرس الحدود في مسابقة الدوري الممتاز في إطار مباريات الجولة 25 من المسابقة. الجهاز الفني لنادي الزمالك جهز تقرير مفصل عن لاعبي الفريق علشان يستلموا الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد لفريق نادي الزمالك فور وصوله اليوم، حتى يتمكن من الاطلاع على كل كبيرة وصغيرة في صفوف فريقه. فريق انتر ميلان الايطالي انتزع فوزا ثمينا من مضيفي بنفيكا البرتغالي بثنائيه نظيفه في المباراه اللي جمعت الفرقتين امبارح على ملعب النور ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي مسابقه دوري ابطال اوروبا. ومانشستر سيتي اكتسح نظيره بايرن ميونخ بثلاثيه نظيفه في المباراه اللي اقيمت امبارح على ملعب الاتحاد ضمن منافسات ذهاب الدور ربع نهائي من مسابقه دوري ابطال اوروبا. مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي بيرغب في ملازمة ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الحالي في الفريق الكتالوني، وقال في تصريحات صحفية: لا أعرف ماذا سوف يحدث في المستقبل وأنا لست الشخص المناسب لسؤاله عن ذلك، لكني أتمنى أن ألعب مع ميسي في برشلونة الموسم القادم لأننا نحتاج لهذا النوع من اللاعبين.